عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل بعنوان تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية، خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل. تأتي هذه الورشة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والتعليم الفني، وإيمانا منها بأن نجاح العملية التعليمية يرتبط بأن المتعلم هو محور التطوير، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، إلى جانب ضرورة أن يتسم التعليم بالجودة والتميز وفقا للمعايير العالمية. الأداة لدى الطالب عشان يقدر يمشي ويحصل جميع المواد الدراسية الأخرى هو أنه يجيد عملية القراءة والكتابة، ده من ناحية التعليمية أو من ناحية الأكاديمية. فتمكينه من مهارات القراءة والكتابة شيء مهم جدا علشان يقدر يسير في مسيرته التعليمية بشكل عادي وشكل أفضل. النهاردة الكلام في المؤتمر بتاعنا هيكون عن أهمية القراءة والكتابة وتعزيز مهاراتها في مصر ودول الشرق الأوسط. تحدثت النهاردة عن مهارات القراءة والكتابة في مصر والشرق الأوسط كما قلت، ولاحظنا من الدراسات التي أجريناها أن هناك تحسنا كبيرا في مهارات القراءة والكتابة بين الطلاب سن العاشرة في المدارس المصرية، وأيضا كان في مجالات الحساب والعلوم والقراءة والكتابة.